لسماحتكم وللمسيرة المباركة لهذا الشعب المجاهد في سبيل تحرير هذا الوطن الحبيب من الدكتاتورية الجاثمة على صدره سنين طويلة. وختاما نسأل الله البحرين وأهلها ويرحم الشهداء الأبرار ويفك الأسرى الأحرار، إنه مجيب الدعوات. يا تاج العلا كلنا نفديك، والنخل قصي العرش الذي طاشت به أحلامه ثم تبا لبني الظلم الشياطين الطغاة. أيها العرش اليزيدي، تهاويت هنا حين حاولت اغتيال البدر بين الظلمات، أوما بعد الذي كان فلعنات على كل قلب ما جرت منه عليك اللعنات، أوما بعد فلعنات على كل قلب ما جرت منه عليك اللعنات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التفاعل العفوي الشعبي مع سماحة الأمين العام، على أن سماحة الشيخ علي سلمان هو صمام الأمان لهذه الأمة لهذا الوطن، وأن محاولة اغتياله ما هي إلا محاولة حمقاء لإغراق هذا الوطن في مزيد من التراجع، مزيد من الدماء. الشيخ علي سلمان وجوده هو وجود للحمة الوطنية في هذا الوطن. حافظوا على هذه الثروة الوطنية الهائلة، حافظوا على سلامة الشيخ علي سلمان. هذه هي الرسالة التي يريد إيصالها هذا الشعب إلى هذه السلطة الظالمة. أتينا اليوم كما أتى الآلاف من المواطنين لكي نعلن تضامننا مع سماحة الشيخ علي سلمان، وباسم مركز البحرين لحقوق الإنسان نستنكر وبشدة هذا الاعتداء الذي كان يستهدف حياته، وكما شاهدنا في الفيديو كيف كان الاستهداف مباشر بغرض القتل وفي منطقة الرأس. والنقطة الأخيرة، إذا كان الاعتداء على الشيخ أو التهديد هو رسالة لكل النشطاء بأن تتوقفوا عن التظاهر وعن ممارسة حقكم في التظاهر، فإن النشطاء والقيادات السياسية سيرمون هذه الرسالة في البحر، وسنتمسك بحقنا في التظاهر، والحق في التظاهر هو حق مشروع وليس منا من قبل هذه السلطة. وهالوفود كلها تبين شعبيتها لدى الشعب كامل، واحنا عوائل الشهداء نقول يعني نشكره لأنه واقف ويانا. أشكر أحبتي وأهلي الذين وصلوا لهذا التضامن، وأقول لهم وللبقية، دماؤنا جميعا حرام علينا، نعمل على صيانتها ونعمل على إنقاذ هذا البلد والألفة بين أهله وجمع أهله على المودة والمحبة، من أجل أن يجمعنا جميعا. الوطن يستطيع أن يجمعنا، علينا أن نختار الصيغة السياسية التي تحقق المساواة وتحقق العدالة وتستطيع أن تنهض ببلدنا في الجوانب المختلفة الاقتصادية والاجتماعية. هذا هو برنامجنا وهذه هي رسالتنا إلى جميع أحبتنا في هذا الوطن.